وقبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ، أكد الجيش الإسرائيلي أن شمال قطاع غزة منطقة حرب خطرة ويمنع التجول فيها، وأضاف بأنه على سكان غزة البقاء في جنوب القطاع. وفي وقت سابق منع الجيش الإسرائيلي تنقل سكان غزة من جنوب القطاع إلى شماله بأي شكل أثناء فترة سريان الهدنة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية ستتمركز عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع مع بدء سريان الهدنة. في الأثناء، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله بأن الجيش سيستأنف القتال بكثافة لمدة شهرين آخرين على الأقل فور انتهاء الهدنة الإنسانية القصيرة، واصفا إياها بأنه تم التوصل إليها مع حماس بوساطة قطرية مصرية وأنها فترة راحة قصيرة. من معبر رفح جنوب غزة، يلتحق بنا الصحفي هاني الشاعر للحديث عن تفاصيل هذه الهدنة من جانب المساعدات ودخولها. هاني، أهلا وسهلا بك. ماذا في تفاصيل بنود دخول المساعدات؟ هل اتضحت حجم هذه المساعدات التي ستدخل؟ عدد الشاحنات التي ستدخل محملة فقط بمواد غذائية، أم أن أيضا الجوانب الصحية ستكون موجودة؟ وماذا عن الوقود أيضا؟ نعم، يعني وفق بنود التهدئة الإنسانية المؤقتة، من المتوقع أن تدخل قرابة 200 شاحنة إلى قطاع غزة عبر هذا المعبر الحدودي بين مصر والقطاع. فعليا بدأت الشاحنات الفلسطينية تنقل العشرات من حمولة الشاحنات المصرية التي وصلت إلى قطاع غزة في الساعات الماضية، ودخلت بعضا منها حتى اللحظة على الأقل 10 شاحنات عبرت إلى قطاع غزة، والحديث يدور عن إمكانية عبور شاحنات إضافية في ظل العمل الدؤوب كما نرى من هنا في الجانبين الفلسطيني والجانب المصري من معبر رفح البري. الخطوة الأهم في هذه المرحلة هو ليست في المساعدات، لأنها كانت تدخل بكميات في هذه المرة فقط، سيتم مضاعفة الكميات، هو في السماح لأول مرة بدخول غاز الطهي وأيضا المحروقات بمختلف أنواعها لقطاع غزة. هذا سيشكل انفراجة ملحوظة خاصة في عمل المشافي وعمل المركبات العمومية في قطاع غزة، وأيضا استخدام غاز الطهي للفلسطينيين، حيث عبرت على الأقل 10 شاحنات فلسطينية قبل قليل لتنقل نحو 7 شاحنات مصرية كانت محملة بغاز الطهي، وكذلك الوقود من الجانب المصري. نعم هاني، اسمح لي فقط لنستوضح بشكل أكبر، بانتظار أن تنقل تلك الحمولة إلى قطاع غزة إذا سمحت لي حتى تكون الصورة واضحة. الآن نتحدث عن دخول عدد أكبر من الشاحنات وفق بنود الهدنة، وليس العدد الذي كان يدخل في الفترة السابقة بشكل بسيط. هل بدأت بنود الهدنة بعدد أكبر من دخول الشاحنات؟ هذا صحيح، وهذا ما هو متوقع اليوم. نحن في الساعات الأولى من بدء عمل معبر رفح الحدود بين مصر وقطاع غزة، وفعليا بدأت الشاحنات تدخل، هناك كميات كبيرة من الشاحنات الفارغة، وهذا مؤشر على أنها ستنقل مزيدا من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية في الساعات القادمة، خاصة التي وصلت من السعودية والإمارات والكويت وقطر وتركيا، من دول عدة وصلت طائرات تحمل أطنانا من المساعدات إلى مطار العريش، وقد وصلت فعليا كما علمنا إلى الجانب المصري من معبر رفح. الآن يتم إدخال المساعدات بوتيرة أسرع، ما يعني أن الشاحنات ستدخل جميعها في الساعات القادمة. كنا في الأيام المنصرمة نرى دخولا فقط محدودا للشاحنات ما بين 10 إلى 40 شاحنة كأقصى عدد يمكن أن يعبر إلى القطاع عبر معبر رفح البري كما استفتح سابقا. المهم في هذه المرحلة هو مضاعفة الكميات، هذا من جانب. من جانب آخر، دخول الوقود وغاز الطهي لأول مرة لقطاع غزة، ومن المتوقع أن يدخل لكافة مناطق قطاع غزة، هذا كما تم الاتفاق عليه ضمن بنود التهدئة الإنسانية المؤقتة هنا في قطاع غزة. أيضا قبل قليل وصل نحو 60 عالقا كانوا في العريش المصرية، عالقين منذ نحو 45 يوما تقريبا، ولم يتم السماح لهم بالعبور، والآن بدأوا بالعبور. أيضا من المتوقع يوم غد أن تدخل أيضا أعدادا إضافية من العالقين. نعم، في داخل مصر إلى قطاع غزة، كما جاء في إشعار وإعلان سابق من السفارة الفلسطينية في القاهرة، قالت بإمكان الجميع العودة. فيما يتعلق بحركة سفر الجرحى، أيضا وصلت بعض مركبات الإسعاف قبل قليل إلى الجانب الفلسطيني هنا من معبر رفح البري، وبدأت أعدادا منهم بالمغادرة إلى الجانب المصري. اليوم يعلق سفر الأجانب، وسيستأنف السفر
يوم غد كالمعتاد. فيما يتعلق بتبادل الأسرى وهي النقطة الأهم هنا عبر معبر رفح البري، من المتوقع عند الرابع مساء أن يتم التسليم في هذه النقطة. ستصل مركبات الصليب الأحمر، لا نعلم هي الآلية حتى اللحظة، لكن هذا هو المعلوم لدينا الآن، هو أن الساعة الرابعة مساء تم تحديدها لاستلام الأسرى من قطاع غزة والخروج بهم إلى الجانب المصري هنا من معبر رفح البري، ومن ثم تبدأ عملية إتمام الخطوة الأولى من خطوات التهدئة ووقف إطلاق النار هنا في القطاع. هنا أيضا نستمع لأصوات لإطلاق النار، نيران تحذيرية تطلق في هذه اللحظات في المناطق الشرقية من رفح وخان يونس، ونستمع إلى إطلاق النار بشكل واضح لأن المسافة عن الحدود هي قريبة جدا من هذه المنطقة، وإطلاق النار يبدو أنه رصاص تحذيري مع عودة الفلسطينيين للعودة في المناطق السكنية الواقعة إلى الشرق من معبر رفح البري.